Résultat de numéro 46, type 18,5, 19, 18,5. Tête et encolure, 18,5 à l'unanimité. Corps et ligne de dos, 17,5 à l'unanimité. Membres, 15, 15,5, 15. Mouvement, 18,5, 18,5, 18. Total, 264,5. Résultat numéro 47, type 19, 19,5, 18,5, tête et encolure, 19, 19, 18,5, corps et ligne de dos, 18, 18, 17,5, membres, 15, 16, 15,5, mouvement, 19 à l'unanimité, total 270,5. Résultat numéro 48, type 19, 19,5, 19,5, tête et encolure 19 à l'unanimité, corps et ligne de dos 18, 18,5, 18, membres 16, 15,5, 15,5, mouvement 19,5, 19,5, 19, total 274,5. سيداتي سادتي الآن نعطيكم نتائج الفئة الرابعة الأفراس إناث من 4 سنوات إلى 6 سنوات. في المرتبة الأولى الفرس أميرة أم أو في ملكية السيد العطواني محمد رقم 38. المرتبة الثانية الفرس ليلى بوزنيقة رقم 48 في ملكية الحريسة الملكية بوزنيقة. المرتبة الثالثة الفرس نبيلة بوزنيقة رقم 36 في ملكية الحريسة الملكية بوزنيقة. النقاط المحصلة لهذه الأفراس: المرتبة الأولى أميرة ام او،
276 نقطة. المرتبة الثانية ليلى بوزنيقة 274 نقطة ونصف. المرتبة الثالثة نبيلة بوزنيقة 272 نقطة ونصف. يتقدم لتسليم الجوائز أعضاء اللجنة التنظيمية الدكتور محمد أسيدوم، السيد رشيد الرقراقي والسيد عصام تواتي. في باقي المراكز الرتبة الرابعة للفرس وادنا رقم 41 في ملكية السيد عشيق نور الدين حصلت على مجموع نقاط 272 نقطة. المرتبة الخامسة الفرس فردوس ام او رقم 40 في ملكية السيد بمزغ طار حصلت على مجموع نقاط 271 نقطة. المرتبة السادسة الفرس لؤلؤ بوزنيقة رقم 47 في ملكية الحريس الملكية بوزنيقة حصلت على مجموع نقاط 270 نقطة ونصف. المرتبة السابعة الفرس فريدة الأصيل رقم 32 في ملكية السيد جامع غزلان إدريس حصلت على مجموع نقاط 270 نقطة. المرتبة الثامنة الفرس سمارة مامز رقم 35 في ملكية السيد ميمون طارق حصلت على مجموع نقاط 269 نقطة. المرتبة التاسعة الفرس ربحة العزري رقم 44 في ملكية السيد ملوكي رشيد حصلت على مجموع نقاط 269 نقطة. المرتبة العاشرة الفرس زنزبار ام او رقم 33 في ملكية السيد بمزغ طاهر حصلت على مجموع نقاط 267 نقطة ونصف. المرتبة 11 الفرس دوحة ام او رقم 37 في ملكية السيدة تيجاني سارة حصلت على مجموع نقاط 267 نقطة ونصف. المرتبة 12 الفرس حكمة ام او رقم 39 في ملكية السيد العطواني محمد حصلت على مجموع نقاط 267 نقطة. المرتبة 13 الفرس موهوبة ام او رقم 43 في ملكية السيد بلعطار عبد الرحمن حصلت على مجموع نقاط 266 نقطة. المرتبة 14 الفرس سبحة ام او رقم 31 في ملكية السيد العطواني محمد حصلت على مجموع نقاط 264 نقطة ونصف. المرتبة 15 الفرس نوال ديل بالازوتو رقم 46 في ملكية السيد العطواني محمد حصلت على مجموع نقاط 264 نقطة ونصف. المرتبة 16 الفرس عادية ام او رقم 30 في ملكية السيد العطواني محمد حصلت على مجموع نقاط 264 نقطة ونصف.
نمر الآن للفئة الخامسة الأفراس إناث من 7 سنوات إلى 11 سنة. حكام هذه الفئة السيد كونغاد تيتايور، الدكتور عبد الرزاق حميداني، الدكتور محمد البنوحي. Et maintenant, on passe à la classe 5, femelle de 7 ans à 11 ans. Les juges sont M. Konrad Détailleur, Dr. Abdelrazak Hamidani et M. Mohamed Al-Bennouhi.
Résultat numéro 50, type 18,5, 19, 19, tête et encolure 18, 18,5, 18,5, corps et ligne de dos 18 à l'unanimité, membres 15,5 à l'unanimité, mouvement 18,5, 19, 19, total 268,5. Résultat numéro 51, type 19,5, 19, 19, tête et enclure 19,5, 19, 19,5, corps et ligne de dos 18 à l'unanimité, membres 15,5 à l'unanimité, mouvement 18, 18,5, 18,5, total 271.
Résultat numéro 52, type 19,5, 19,5, 19, tête et encolure 19, 18,5, 19, corps et ligne dodo 17,5, 18, 18, membres 15, 15,5, 16, mouvement 19 à l'unanimité, total 271,5. Résultat numéro 54, type 19, 19, 19,5, tête et encolure 19 à l'unanimité, corps et ligne de dos 17,5, 18, 18, membres 16, 15,5, 15,5, mouvement 19, 19, 19,5, total 272,5. Résultat numéro 55, type 18,5, 18,5, 18, tête et enclure 18,5, 18,5, 18, corps et ligne de dos 18, 17,5, 17,5, membres 15,5, 15, 15, mouvement 19, 18,5, 19, total 265. Résultat numéro 57, type 18,5, 18,5, 19, tête et encolure 18,5, 18,5, 18,5,
Coriline Dodo 18, 17,5, 18, membre 16, 15,5, 15,5, mouvement 19,5, 19, 19, total 269,5.
Résultat numéro 58, type 19,5 à l'unanimité. Tête et enclure 19 à l'unanimité. Corps et ligne de dos 17,5-18-18. Membres 15,5-15,5-16. Mouvement 19 à l'unanimité. Total 273. Résultat numéro 59, type 19,5-19, tête et enclure 19,5-19, corps et ligne de dos 18,5-18-18, membres 16,5-16, mouvement 18,5-19,5-19, total 274. Résultat numéro 60, type 19,5-19, tête et enclure 18,5-19,5-19, corps et ligne de dos 17,5-18-17,5, membres 15,5-16-15,5, mouvement 18,19,5-19, total 271. We'll be right back.
Résultat numéro 62, type 18,5, 19, 19,5, tête et encolure 18,5, 19, 19, corps et ligne de dos 17, 17,5, 18, membres 15 à l'unanimité, mouvement 19,5 à l'unanimité, total 269,5. Résultat numéro 63, type 18 à l'unanimité, tête et encolure 18, 18, 18,5, corps et ligne de dos 17,5, 17,5, 17, membres 15,5, 15,5, 15, mouvement 18,5, 18, 18, total 261. Yeah.
Résultat numéro 65, type 19 à l'unanimité. Tête et encolure 19, 19, 18 et demi. Corps et ligne de dos 18 à l'unanimité. Membres 12, 14 et demi, 14. Mouvement 19, 19 et demi, 19. Total 265 et demi. Résultat numéro 67, type 18, 18 et demi, 18 et demi, tête et encolure 18 et demi à l'unanimité, corps et ligne de dos 17, 17 et demi, 17, membres 15 et demi, 15 et demi, 15, mouvement 18 à l'unanimité, total 262.
إليكم الآن نتائج الفئة الخامسة للأفراز إنات من 7 سنوات إلى 11 سنة. في المرتبة الأولى الفرس إيدن أو أ رقم 59 في ملكية السيد العطواني محمد. في المرتبة الثانية الفرس يينا أو أ رقم 58 في ملكية السيد العطواني محمد. المرتبة الثالثة الفرس نينيف البوراق رقم 54 في ملكية السيد جامعي غزلاني دريس. النقط المحصلة لأصحاب المراكز الأولى الثلاثة: المرتبة الأولى إيدن أو أ حصلت على 274 نقطة، المرتبة الثانية فيينا أو أ حصلت على 273 نقطة، المرتبة الثالثة نينيف البوراق حصلت على 272 نقطة ونصف. يتقدم لتسليم الجوائز أعضاء اللجنة التنظيمية الدكتور محمد أسيدوم، السيد رشيد الرقراقي، السيد عصام تواتي.
باقي مراكز الفئة الخامسة المرتبة الرابعة للفرس خرمة جي سي أ رقم 52 حصلت على مجموع 271 نقطة ونصف في ملكية السيد بوزوباع محسن. المرتبة الخامسة للفرس شمس مامس رقم 60 في ملكية السيد مامون طارق حصلت على 271 نقطة. المرتبة السادسة الفرس أبريل بي إن سي رقم 51 في ملكية السيد مامون طارق حصلت على 271 نقطة. المرتبة السابعة الفرس إزسان ساميرا رقم 62 في ملكية السيد بوزوبا محسن حصلت على مجموع 269 نقطة ونصف. المرتبة الثامنة الفرس إسان شريفة رقم 57 في ملكية السيد بوزوبا محسن حصلت على مجموع نقاط 269 نقطة ونصف. المرتبة التاسعة الفرس هلبجة البراق في ملكية السيد لطواني محمد حصلت على مجموع 268 نقطة ونصف. المرتبة العاشرة الفرس ماغنا او رقم 65 في ملكية السيد مامون طارق حصلت على مجموع 265 نقطة ونصف. المرتبة رقم 11 الفرس بيدا مامز رقم 55 في ملكية سيد مامون طارق حصلت على مجموع نقاط 265. المرتبة 12 الفرس ليلى الشقب في ملكية سيد لطواني محمد أمين حصلت على مجموع نقاط 262 نقطة. المرتبة 13 الفرس سياو بيلا إما رقم 63 في ملكية سيد بوزوبا محسن حصلت على مجموع نقاط 261 نقطة. والآن نبتدئ الفئة السادسة للأفراس إناث من 12 سنة فما فوق. حكام هذه الفئة الدكتور عبد الرزاق حميداني، السيد محمد البنوحي، الدكتور مصطفى يعرف. Et maintenant on passe à la classe numéro 6, femelle de 12 ans et plus. Les juges de cette classe sont docteur عبد الرزاق حميداني, monsieur محمد البنوحي et docteur مصطفى يعرف. Thank you.
إليكم الآن نتائج الفرص رقم 68، الصنف 19-19-19، الرأس والرقبة 19-19-19، الجسم وخط الظهر 18-18-18، القوائم 15-15-15، الحركات 19-19-19، المجموع 273 نقطة ونصف. نتائج الفرص رقم 70، الصنف 19-19-19، الرأس والرقبة 19-19-19، الجسم وخط الظهر 18 للجميع، القوائم 16-15-15، الحركات 19-19-19، المجموع 274.
نتائج الفرص رقم 72 الصنف 19 للجميع، الرأس والرقبة 19 للجميع، الجسم وخط الظهر 18 17 ونص، القوائم 15 15 15، الحركات 19 19 19، المجموع 270 نقطة ونصف. نتائج الفرص رقم 69 الصنف 18 18 18 ونص، الرأس والرقبة 18 18 18 ونص، الجسم وخط الظهر 17 ونص 17 ونص، القوائم 15 ونص 15 ونص 15، الحركات 18 19 18 ونص، المجموع 262 نقطة ونصف. نتائج الفرص رقم 71 الصنف 19 19 ونص، الرأس والرقبة 19 للجميع، الجسم وخط الظهر 18 18 17 ونص، القوائم 15 ونص 15 15 ونص، الحركات 19 ونص للجميع، مجموع النقاط 273.
نتائج فرص رقم 71 الصنف 19-19-11 الرأس والرقبة 19 للجميع الجسم وخط الظهر 18-18-17 القوائم 15-15-15 الحركات 19 للجميع المجموع 273 نتائج فرص رقم 73 الصنف 18-19-18 الرأس والرقبة 18-19-18 الجسم وخط الظهر 17 للجميع القوائم 15-15-15 الحركات 18 للجميع المجموع 266 نتائج الفرص رقم 78 الصنف 19 للجميع الرأس والرقبة 18-18-19 الجسم وخط الظهر 18-17-17 القوائم 15 للجميع الحركات 19-19-19 المجموع 270 ونصف
نتائج الفرص رقم 75، الصين في 19 الرأس والرقبة 19 الجسم وخط الظهر 18 17 القوائم 16 15 15 الحركات 19 19 19 المجموع 273 نقطة ونصف. نتائج الفرص رقم 74، الصين في 19 للجميع، الرأس والرقبة 19 19 18، الجسم وخط الظهر 18 للجميع، القوائم 15 17 15، الحركات 19 للجميع، المجموع 270 ونصف. نتائج الفرص رقم 79، الصين في 19 19 19، الرأس والرقبة 19 18 19، الجسم وخط الظهر 17 18 18، القوائم 15 15 15، الحركات 19 للجميع، المجموع 272 نقطة ونصف.
نتائج الفئة السادسة للأفراس إناث 12 سنة فما فوق. حصلت على المرتبة الأولى الفرس أس جي مراتب في ملكية السيد محمد أمين العطواني. الفرس رقم 70 بمجموع نقاط 274 نقطة. المرتبة الثانية عادت للفرس فولوديا دولافون رقم 68 في ملكية السيدة طوسي زينب بمجموع نقاط 273 نقطة ونصف. المرتبة الثالثة عادت للفرس دي واضحة رقم 75 في ملكية السيد العطواني محمد بمجموع نقاط 273 ونصف. يتقدم لتسليم الجوائز أعضاء اللجنة التنظيمية الدكتور محمد أسيدهم السيد عزري يوسف والسيد عصام تواتي. بالنسبة لباقي المراكز في المرتبة الرابعة عادت للفرس زامبا رقم 71 في ملكية السيد العطواني محمد أمين مجموع نقاط 273 نقطة. المرتبة الخامسة عادت للفرس توام كيتا بيرل في رقم 79 في ملكية السيد مامون طارق مجموع نقاط 272 نقطة ونصف. المرتبة السادسة عادت للفرس مالاوي رقم 78 في ملكية السيد مامون طارق مجموع نقاط 270 نقطة ونصف. المرتبة السابعة عادت للفرس بيرفين كاستي ميشيل رقم 72 في ملكية السيد مامون طارق مجموع نقاط 270 نقطة ونصف. المرتبة الثامنة عادت للفرس بيجا بوزنيقة رقم 74 في ملكية السيد عزوز محمد ياسر مجموع نقاط 270 نقطة ونصف. المرتبة التاسعة عادت للفرس جيشة إغفي رقم 73 في ملكية السيد بوزوبا محسين مجموع نقاط 266 نقطة. والمرتبة العاشرة عادت للفرس جمانة رقم 69 في ملكية السيد بوزوبا محسين مجموع نقاط 262 نقطة ونصف. نخبر الحضور الكريم باستئناف المباراة بعد استراحة ساعة مدة الغداء.